يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول والدي له أرض ليس له غيرها وله 13 ولدا، وقد وقف هذه الأرض لتكون مسجدا ونحن نحتاج إلى هذه الأرض، فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك؟ وهل له أن يرجع عن هذا الوقف أو بعضه، حيث أشكل علينا حديث كعب بن مالك في توبته عندما قال إنه ينخلع من ماله كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك بالنسبة لنا وبالنسبة للوالد؟ هذا وقف صدر النظر فيه للقاضي، فيذهب إلى القاضي ويسأله عن هذا.